الجميلة إيلينا أقليق. يقال أن أقل إعلان لدى إيلينا يصل إلى 10,000 دولار، صح أم خطأ؟ يقال أن إيلينا تركت سوريا ولجأت للعراق لكي تكسب شهرة أكبر وأموال أكثر، يعني هناك أحلى. أنت ليش عم تقلب متابعيني علي؟ شبك؟ ماكو حب. مريت بتجارب من زمان، شي يمكن 4 سنين. هسه ايش قد في التيك توك مالتك؟ 3.1 مليون. 3 مليون معقوله ما يستحقون تنصحين تيك توك؟